ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء على شاشة الصحة والجمال الفضائية. نبدأ حلقة اليوم بكلام الله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. النهاردة حلقة اليوم معانا محورين. أول محور عن طبعا تطوير محافظة السويس، وتاني محور هيكون معانا ضيف الحلقة أستاذ شريف عيسى الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة السويس. طبعا يعني الواحد مش عارف يقول ايه للجماعة اللي قاعدين بره دول، القنوات الإخوانية الإرهابية اللي هي ضد مصر في كل حاجة. أنا معايا فيديو بس صغير يعني هيتم الرد على ما تم عرضه من قبل أحد القنوات الإخوانية، وهقول اسمها القناة، هي قناة الشرق. طبعا واحدة طالعة عاملة نفسها مذيعة أو إعلامية اسمها دعاء، تقول أنا الشعب، مش عارف يعني إيه الشعب على إيه، أنا مش فاهم. هي مش فاهمة حاجة، هي مش عارفة حاجة، هي حافظة مش فاهمة. يعني إيه حافظة مش فاهمة؟ أخدت فيديو من على صفحة طبعا الإعلامي هاني وارز بالعربي. الفيديو ده كنا بنتكلم عليه عن صرف صحي أو زبالة أو حاجة كده في كوبري اسمه البطراوي في محافظة السويس بنطاق حي الجناين. طبعا سرقت الفيديو من على الصفحة وطلعت قالت المية الصرف بتترمي في الترعة والزبالة والكلام ده، تمام. وقالت ان الفيديو ده من محافظة الاسماعيلية وتبع حي تاني في اسماعيلية. انا بس بعرفها اللي هي حافظة مش فاهمة، حافظة للدولارات اللي هي الدولارات اللي هي بتطلع والفلوس اللي هي بتطلع من الخارج عشان تهد مصر، تمام. خدت الفيديو ولعبت دورك على قناة الشرق وقلتي الناس بتشرب من مية الترعة والصرف الصحي والزبالة والكلام ده. انا لما بنزل اصور بقول الرأي والرأي الاخر، اعلامنا اعلام منهجي بناء، ما باجي انقد المسؤول نقد بناء، ببني البلد، بجيب السلبية وبعد كده برجع اقول الايجابية. طيب انا عرضت الفيديو وجبت الزبالة وجبت الصرف الصحي وجبت الدنيا دي كلها. طبعا احد القيادات في المحافظة اتصلوا عليا قالوا ايه اللي حصل، قلت حصل واحد اتنين تلاتة، نزلوا الناس شالوا الزبالة والكلام ده، نزلنا في نفس المكان لقينا المكان نضيف، قلنا استجابة لبرنامج الجريء وشكرنا المسؤولين عشان ده حقهم، احنا ما بنهاجمش حد. طب يا ريت فريق الكنترول يطلع للفيديو اللي انا رحت صورته في الإيجابية ونرجع تاني نعلق عليه. اتفضل يا استاذ وليد، اتفضل. احنا طبعا على كوبري البطراوي، الكوبري ده جبناه قبل كده يعني من كام يوم، جبناه اللي الكوبري مليان زبالة وطبعا مية الصرف والكلام ده، فجينا سألنا قلنا لرئيس حي الجناين والمسؤولين قالوا اللي المية الصرف تترمي في المصرف مش في الترعة. طب يا جماعة طب والزبالة والناس اللي تعبانة، قالوا هتتشال الزبالة. وفعلا استجابة سريعة اهو زي ما احنا شايفين امامنا، هنوريكم على الطبيعة، بنوريكم على الطبيعة طبعا اهو ده المكان اللي احنا صورناه وقلنا اللي الزبالة كانت اتلال هنا، وطبعا حفاظا على ارواح المواطنين. بنشكر طبعا السيد محافظ السويس وبنشكر رئيس حي الجناين وبنشكر قطاع النظافة بحي الجناين على طبعا المجهود العالي اللي عملوه اتجاه طبعا اهالي البطراوي. واحنا تحديدا اهو من داخل كوبري البطراوي زي ما جبنا السلبية بنجيب الايجابية، زي ما عرضنا السلبية بنعرض الايجابية، وده دور الاعلام الصادق
الإعلام الشريف أهو، ده المكان اللي احنا صورناه اللي كان مليان زبالة أهو، تم رفع الزبالة من المكان. يلا آخر كلامي، الله المستعان. أول طبعا الفيديو لا يتجمل ولكن يتحدث عن نفسه. احنا نزلنا في الاول لقينا المكان اللي جبناه على الشاشة كان كله فعلا زبالة. المسؤولين استجابوا ونزلوا اشتغلوا، لازم نديهم حقهم، الرأي والرأي الاخر، النقد البناء اللي احنا بنبني بيه البلد، مش القنوات بقى الاخوانية الارهابية اللي قاعدين برة، اللي قاعدين من اجل الدولارات، اللي بيسقفوا من اجل الدولارات، اللي عاوزين يوقعوا مصر. مصر عمرها ما هتقع، احنا المصريين امة في رباط ليوم الدين. عمر مصر ما هتتهدم، عمر الاعلام المأجور اللي قاعد بره على الشاشات الفضائية الارهابية الاخوانية عمرهم ما هيوقعوا مصر. اهي واحدة طالعة مش فاهمة حاجة، طالعة بتقول انا الشعب مش عارف الشعب على ايه، اذا كان انت مش فاهمة، واخدة فيديو من محافظة السويس من كوبري البطراوي بنطاق حي الجناين، بتقولي ده الفيديو من محافظة اسماعيلية بنطاق حي تاني في محافظة اسماعيلية، وقلت اصلا اسم رئيس الحي، رئيس الحي غلط، وطبعا رئيس الحي بتاع اسماعيلية ده راجل، وطبعا رئيس الحي اللي في الجناين اللي هو تبع الفيديو اللي انا عرضته دي سيدة. يعني انت طالعة مش فاهمة حاجة، عندك فريق اعداد فاشل بيسرق لك الفيديوهات غلط، بيجيب لك الفيديوهات من على الصفحات الفيسبوك التواصل الاجتماعي، بيجيب لك الحاجة غلط. يا ريت المصداقية في الاخبار زي ما احنا كده بنعرض السلبية، وبعد دقايق لو اتشالت السلبية بنرجع نقول ايجابية، عشان ده حق الناس بتتعب، الناس بتشتغل، احنا مفيش حد محفظنا حاجة، مفيش حد بيقول لنا قولوا حاجة، احنا عندنا حرية النشر، عندنا حرية الرأي. ليه حرية الرأي؟ عشان احنا بنجيب السلبية بنجيب الإيجابية. فياريت الناس اللي قاعدة قدام الشاشات دي ما تسمعش الناس اللي قاعدة برة دي، الناس اللي قاعدة برة دي بتستخف بعقولكم، الناس اللي قاعدة برة دي بتستخف بعقول الناس، بتجيب الغلط ما بتجيبش الصح، قاعدين للدولارات وخلاص. وبرضو قبل ما اطلع منكم، كل مرة بقولها لكم القنوات الاخوانية الارهابية اللي قاعدة برة دي والناس اللي عاملين نفسهم مذيعين وقاعدين برة الفشلة، لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الاسود كلاب. انتم مش هتعرفوا اصلا تعملوا اي حاجة مع مصر، لان مصر في المقدمة، عندنا شعب واعي، شعب فاهم كل الالاعيب اللي انتوا قاعدين بره بتعملوها. احنا اصلا مش عاوزين نجيب السيرة بتاعتكم دي خالص، لان احنا تعبنا منكم، بتجيبوا اخبار غلط. يا ريت بقى نطلع لتقرير السيد محافظ السويس ومحافظة السويس، نسيبنا بقى من القنوات اللي هي قاعدة بره دي والارهابية والناس الاخوانية اللي بيستخفوا بعقول الناس، ونطلع لتقرير للسيد محافظ السويس من محافظة السويس كده، نشوف السيد المحافظ هيقول ايه، ونجيب ضيف الحلقة ونرجع لكم تاني. هنلتقي بالسيد اللواء أركان حرب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. مرحب بيك يا فندم. اهلا يا هاني، ازيك فندم؟ النهارده احنا بقى يعني في الاسبوع مرتين في الشارع السويسي وتفقد اعمال وحاجه جميله في جوله ميدانيه. كلمنا النهارده، الجوله بتبدا النهارده من طريق الشاليهات من بورتوفيل. احنا بادئين من طريق الشاليهات، طبعا حضرتك فاكر المنظر هنا كويس، اللي هو كان عباره عن شاليهات وشويه كراسي وجناين مهمله نوعا ما، مش جيده ما تردناش، وإضاءة خافتة جدا ويعني وحاجة صعبة جدا واللي متكسر فجت النوة الأخيرة
راحت شايله لنا كل الكلام دون، واحنا وعدنا الناس وقلنا هنشتغل في هذا الموضوع. طب طالما هنشتغل في هذا الموضوع هنشتغل فيه بجد بقى، نعمل حاجه كويسه، حاجه تليق بالسويس وحاجه تليق بالسويس وحاجه تسعدهم وحاجه تبقى ليهم. فاحنا قلنا هنعمل ممشى، هو ما عملناش حاجه، بس احنا خدنا جزء عملناه ممشى بحيث الناس تتمشى فيه، وهنحط عليه كراسي بحيث اللي عايز يتمشى يتمشى، اللي عايز يقعد يقعد وهكذا. وهنعمل له سور برده بشكل جميل جدا زي الكورنيش الجديد اللي عملناه، وهيبقى ممتد للنهايه. طيب بقيه المسافه اللي كانت فاضيه كلها، اللي هي ما كانش بيحصل فيها اي حاجه غير ان الزباله بتتراكم فيها وكل شويه نبعت الناس ونزعق لهم ويروحوا يشيلوا الزباله، هنعملها مضمار دراجات. مضمار دراجات رايح جاي هيبقى طوله 2.5 كيلو. اعتقد اي اب واي ام ابنهم معاه عجله الفرق بتاعتنا بتاعت التدريب على الدراجات دي مضمار عندك مفتوح ومحدش هيعوشك فيه، فهيبقى مضمار دراجات. الجزئيه اللي انت واقف فيها دي لو انت متذكرها هاني قبل كده، هي ما حاجه كانت وحشه يعني فاحنا هنعملها حاجه محترمه، وهنعمل فيها مجموعه من المحلات على شكل كرفانات زي اللي عملناها عند منطقه لوسيندا اللي هناك، وهتبقى فتح باب رزق لمجموعه شباب جداد، زائد اللي هنعمل اكشاك على امتداد ال 1200 متر اللي هم طول الكورنيش دول، بالاضافه لان احنا هنحسن شكل الجناين وهنطور شكل الجناين كميه الشجر الضخمه اللي قافله على بعضها في الجناين دي ومخليها الناس مش عارفه، هنوسعها شويه عن بعضها وهنظهرها وهنعمل خضره كويسه وهنعمل اضاءه كويسه، يعني بالبلدي كده هنخليها مفخره لاهل السويس. انا شايف حضرتك بتدي توجيهات وتعليمات الناس اللي هي ترمي خطوط عشان الصفايات للمطر والكلام ده. طبعا احنا زي ما انت عارف ان الشارع ده بالكامل ما كانش فيه ولا صفايه مطر، وعارف ان كل سنه في الموسم الامطار الناس بتتبهدل قد ايه، كل اجهزه المحافظه والحمايه المدنيه والداخليه والمرور الدنيا كلها بتتبهدل والسويس بتقف وفي مشاكل ضخمه جدا. الحقيقة احنا قلنا نحل الموضوع بقى بشكل نهائي وجذري، فاحنا بنعمل دلوقتي صرف مطر كامل بادئينه مش من هنا بس، مش من شارع الجيش بس بطول الكورنيش، احنا بادئينه من هناك خالص من عند المدرسة البحرية، وهيمشي بالكامل ويمشي لغاية ما ان شاء الله هنقفل بيه عند الميناء ان شاء الله. ومش كده بس، ده احنا هنمد اخطر في الاتجاه الاخر المقابل وهنطلع بيه لغاية ما نوصل لمدخل مصر القديم اللي هو من بعد فيصل فان شاء الله رب العالمين هو ده النمط. زي ما انا قلت قبل كده ان احنا كل شارع بنعمله النهارده نمره واحد فيه بلوعات صرف الامطار. نعم. لذلك الشتاء اللي فات كل شارع اترصف في السويس ما وقفتش فيه كوبايه ميه، فهو ده الكلام اللي احنا نعمله، مش لازم السويس تعطل وتبقى فيها مشاكل في موسم الامطار، ان شاء الله رب العالمين هتتحل. وقلنا فكره بسيطه، بدل البلاعه ما تبقى في الشارع على جنب تحت الرصيف كده وتيجي عربيه تركن عليها وتكسرها ولا حاجه، قلنا يكسر بس في الرصيف كسره لجوه كده، البلاعه تخش لجوه ما يبقاش في تعرض مع اي عربيه ولا حاجه، وتبقى في الامان والدنيا تسلك ان شاء الله. اشكرك يا فندم وبالتوفيق. شكرا. طبعا التقرير يتحدث عن نفسه، تقرير السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. احنا ما بنخليش حد يروح يصور، ما بنخليش حد يروح يجيب لنا مقطع فيديو، لا احنا بننزل بكاميرا برنامج الجريء وبنجيب كل حاجة على الطبيعة. طيب عشان الكلام ما ياخدنيش، ارحب بضيف حلقة اليوم الأستاذ شريف عيسى الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة السويس. مرحب بك يا أستاذ شريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ هاني، وبداية بس أحب أتوجه بالشكر لحضرتك ولكل الناس المحترمة القائمين على البرنامج، وجه لهم كل الشكر والتقدير. أستاذ شريف طبعا منور شاشة قناة الصحة والجمال وبرنامج الجريء. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. أنا شايف طبعا يعني كلام على الفيسبوك، التواصل الاجتماعي، بعد احترامي بقى في حفظ الألقاب، شريف عيسى نازل انتخابات مجلس الشعب، شريف عيسى نازل شيوخ، شريف عيسى حزب، عملت لنا قلق وكسرت لنا الدنيا على التواصل الاجتماعي. وإحنا عندنا في البرنامج طبعا الكل واحد، إحنا على الحياد، ما بنقولش فلان احنا معاه ولا علان احنا معاه. وطبعا الكلام ده حضرتك شفته في حلقة ماضية عن مجلس الشيوخ.
كل واحد اللي يكسب نقول له الف مبروك، اللي يفوز طبعا، وطبعا اللي يخسر نقول له هارد لك وفي دوره قادمه. ولكن برنامج الجريء ما بيجيبش حد اللي هو يلمعه او يظهره او الكلام ده للشعب. انا عاوزك بقى رد على الناس اللي هي بتقول استاذ شريف عيسى نازل انتخابات الشيوخ وبعد كده قالوا الشعب. بداية بس حضرتك اسعدتني يعني بالتعليق الجميل اللي انت بتقوله، الصدى اللي انت حضرتك بتنقله عن صوت الناس. بس اللي بيكسب في الانتخابات احنا بنقول له الف مبروك عشان ده بيبقى صوت الشارع، فطبيعي لازم نقول له الف مبروك. واللي بيخسر بيبقى برضو صوت الشارع فبنقول له هارد لك. لكن كون ان شريف عيسى معذرة سامحوني بس عشان زوري ملتهب شوية، كون ان شريف عيسى نازل انتخابات مجلس نواب او مجلس شيوخ، في بعض المقربين الحمد لله مني والبعض يعلم ذلك، انا منذ الحمد لله ما توليت امانة حزب الحرية المصري بمحافظة السويس وانا وعدت الناس كلها، والحمد لله انا ما زلت عند وعدي وافضل طول عمري صاحب كلمتي، انا مش نازل لا مجلس نواب ولا مجلس شيوخ، طبعا مجلس شيوخ عدى الحمد لله بسلام، ولا نازل محليات. انا لا ابغى الحمد لله مناصب ولا كراسي. الحمد لله من يعلمني يعلم من هو شريف عيسى كويس جدا، ويعلم الحمد لله ان انا لا ابغى ولا اجري على مناصب ولا على كراسي. يعني انا اقطعك انا بقى في خدمة الناس. انا عاوز اقطعك. اتفضل. يعني انت مش نازل انتخابات؟ لا. تصريح على الهواء مباشر لبرنامج جريء وشاشة الصحة والجمال اللي انت مش نازل. كل اهل السويس. طيب انا شايف برضو طفرة كبيرة من حزب الحرية المصري، والطفرة دي برضو شفتها في محافظة السويس. طبعا شاركته كتير قوي مع رجال الحماية المدنية في الأزمة اللي عدت بتاعت السيول والأمطار، وشاركته في أزمة طبعا فيروس كورونا، شاركته في حاجات كتير قوي أنا شفتها على التواصل الاجتماعي وشفتها على صفحة الحزب، والاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة وأعمال تعقيم الميادين العامة وتكريم بعض رجال الجيش الأبيض اللي هم يعني يستحقوا الكلام دوت. طبعا قبل ما تخش تتكلم على الانجازات بتاعت حضرتك من الحزب، كنا عرضنا للسيد محافظ السويس تقرير على الشاشة. التقرير طبعا يتحدث عن نفسه. الراجل قال طبعا سور كبير لشاليهات بورتوفيق عشان السيول اللي قامت والامطار والنوة والهوا اللي قام وقع السور القديم، وعمل طبعا صفايات للامطار والكلام ده. طبعا السويس تشهد خلال عامين طفرة كبيرة من بنية تحتية، بنية عمرانية، رصف، إنارة. كنا محرومين طبعا من الخضرة. النهاردة السويس مفهوش مكان أصفر، كل السويس بقت خضرة. النهاردة السويس تتفنن بالنوافير في ميدان فكري زاهر، تتفنن بالأعمدة الإنارة، تتفنن يعني بالخضرة. السويس بقت في المقدمة. وقبل كل شيء السويس قاطرة التنمية، بلد المصانع، بلد المواني، بلد الأبطال، بلد الصمود، عروس البحر الأحمر. مرحب بيك يا أستاذ شريف، كلمني على طبعا اللي حضرتك شفته على الشاشة. مرحب بحضرتك يا استاذ هاني. بداية بس انا بتوجه بجزيل الشكر والتقدير والاحترام والعرفان لسيادة الوزير المحافظ اللواء عبد المجيد صقر. الراجل ده بصراحة منذ توليه المكانة الصعبة والمهام التقيلة اللي نشفق عليه بيها. نعم. تقريبا ما افتكرش ان هو او ما نتذكرش ان هو معذرة قاعد على كرسي. الراجل ده من ساعة ما جه بصراحة وهو موجود بنفسه في الشوارع وفي الميادين وفاتح مكتبه لأهل السويس كلهم،
حول السويس وعمل طفرة في محافظة السويس لم يسبق أن تحدث فيها من قبل، ربنا يوفقه طبعا. نقل السويس نقلة حضارية محترمة جدا، طليق فعلا بالسويس، بلد الصمود وبلد الأبطال، عروس البحر الأحمر المتوسط. نتمنى منه المزيد والمزيد والمزيد وندعمه قلبا وقالبا، وبصراحة نرفع له القبعة. وأنا يعني كلمة شكر قليلة عليه بصراحة، هو مش لوحده طبعا، هو وجميع الأجهزة التنفيذية معاه، من أحياء ومن رؤساء أحياء ومن قيادات أمنية أو من قيادات تنفيذية، نكن لهم كل التقدير والاحترام ونشكرهم جزيل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل، انهم فعلا قدروا، وهو قدر بالفريق العمل المحترم اللي معاه ان هو ينقل السويس نقلة حضارية محترمة تليق فعلا بمحافظة السويس، خاصة ان محافظة السويس مهدور حقها من قديم الازل. نعم. من اكبر المحافظات او من اكثر المحافظات اللي عانت على تاريخ ومر العصور في مصر، من حروب، من دمار، من اهدار لحقوقها ومن اهدار لشعبها ومن اهدار لشبابها واهاليها، بجانب ان احنا نتمنى منه ان هو برضو ينظر لملف البطالة. نعم. ده رجاء لسيادة المحافظ ان يتحط في البطالة. البطالة. كتير جدا من اهالي ومن شباب السويس بالذات المحافظة، طبعا السويس حضرتك ذكرت وهنأكد على كلام حضرتك ان هي بتتميز بكبرى الشركات والمصانع. نعم. اللي موجودة في مصر كلها، من شركات اسمنت، من شركات سيراميك، من شركات حديد، حديد عز، من كبرى الشركات والمصانع عشان ما ناخدش في الاسماء، والقرى السياحية. للأسف ان اهالي وشباب السويس ما بياخدوش حقهم الكافي اللي يليق بيهم بالتوظيف في بعض هذه الشركات، ان هي اكبر شركات تعتبر موجودة في مصر. نتمنى من سيادة المحافظ ان هو ينظر لهذا الملف بعناية وحرص شديد جدا جدا جدا، لان تقريبا هو ما سابش حاجة ما عملهاش ناقص الملف دوت. نتمنى من سيادته ان هو ينظر الملف دوت بعناية فائقة وشديدة، لان دي ناقوس الخطر في محافظة السويس. السويس السنين الماضية كانت يعني تعاني، والشوارع من يعني قصرة المياه الصرف الصحي، كنا بنشوف مسكنات، وكنا بنشوف حاجات يعني لا تليق بمحافظة السويس ولا بالمواطن السويسي. النهاردة السيد المحافظ عمل تكلفة عالية ومصاريف عالية طبعا لخطوط الصرف الصحي بالمحافظة، وكنا في محطة اسمها محطة الجبليات فابو عارف، حتى يعني يا ريت استاذ وليد عمر المخرج يا ريت يعني تعرض لي على الشاشه يعني امام حضرتك استاذ شريف اهي، دي حاجه اسمها كده الخنزيره. الخنزيره دي طبعا بجانب محطه الجبليات لخطوط الصرف الصحي زي ما حضرتك شايف كده امامك على الشاشه. ايه راي حضرتك في شوارع السويس منذ سنين ماضية وحاليا في فترة يعني السيد اللواء عبد المجيد صقر؟ كلمني. بداية انا قلت لحضرتك ان سيادة اللواء عبد المجيد صقر منذ توليه محافظ السويس، منصب محافظ السويس، وهو بصراحة يعني ما قعدش في مكتبه، وهو متواجد في الشارع وحول السويس تحويل جذري. نعم. الراجل ده بيشتغل صح، بدليل مش انا اللي بقول، هو الشغل نفسه هو اللي بيقول ان عشان تشتغل صح حضرتك لازم تشتغل على البنية التحتية قبل اي شيء. الراجل ده من اول ما ربنا كرمه وربنا يعينه طبعا على المحافظة، لان هو تولاها في فترة عصيبة جدا وفي ظروف صعبة جدا وفي حالة لا يرثى لها. لما جه يشتغل كان بيركز دايما ان الشغل اللي يتعمل، طبعا حضرتك بما ان حضرتك كمان سويسي وحضرتك كنت بتشوف الكلام ده بنفسك، ان كان دايما مثلا يتعمل شارع النهارده في السويس تاني يوم تبص تلاقي طيب الشارع اللي اتعمل يتفاهد تاني. احنا معانا على الهواء مباشر من خلال مكالمة هاتفية. طيب ماشي ماشي طيب ماشي، حاول معاه الاتصال تاني، اتفضل يا استاذ شريف.
كان بينظر، كان لما يجي حضرتك كنت في بتلاقي الشوارع في السويس لو شارع تم تجديده واسفلته ما بيكملش اسبوع او شهر، وتلاقيهم الاسفلت الجديد اللي اتعمل اتهدي تاني عشان في صرف تحت الاسفلت بايظ عايز يتعمل. طبعا ده كل ده اهدار للمال العام، وكل دي طرق معروفه للربح الغير شرعي. الراجل ده لما جه يشتغل بصراحه الله يعينه اشتغل على البنيه التحتيه اللي هي الاساسيه قبل ما يشتغل على الطرق. طيب هستاذنك استاذ شريف، انا معايا المهندس هشام البلبيسي مدير عام التنفيذي بجهاز المشروعات بالسويس. مرحب بيك باشمهندس. اهلا وسهلا استاذاني. الله يخليك يا باشمهندس، الله يكرمك باشمهندس. احنا عرضنا طبعا بجانب محطة الجبليات في ابو عارب بنطاق حي الجناين بالسويس، عرضنا طبعا الخنزيرة هناك وانا كنت مع حضرتك هناك. كلمني الخنزيرة دي تكلفتها ايه واتعملت في قد ايه، وكلمني على المشروعات اللي حصلت في محافظة السويس والخطوط اللي بتتركب. ماشي يا فندم. اولا بنحيي السادة المشاهدين وحضرتك وضيفك الكريم. تسلم. الله يخليك يا فندم. هو طبعا حواك الخنزيرة ده جزء من البداية، تعتبر البداية بتاعت محطة رفع الجبليات المساعدة. المحطة تكلفتها حوالي 60 مليون جنيه، وهي جزء من مشروع صرف صحي حوض الدرس، واخد بقى حضرتك. المشروع التكلفة الكلية كل المشروع بالكامل حوالي 300 مليون جنيه، واخد بقى حضرتك. ده بيخدم ان شاء الله اهالي السويس في منطقة حوض الدرس وبورتوفيق ان شاء الله، بالاضافة لانه بيحل المشاكل الموجودة حاليا في القطاع الريفي، السيد هاشم وابو عارف وقريه عامر، لان محطه الجبليات دي تعتبر من المحطات الرئيسيه اللي بترمي عليها معظم القطاع الريفي ان شاء الله. يعني السويس بتتغير يا باشمهندس؟ طبعا يا فندم حضرتك، في مشروعات كتيره جدا بتتم في السويس حضرتك، والموضوع من وقت بصراحه معالي الوزير المحافظ عبد المجيد صقر ما جه، وهو بصراحة ربنا عامل ضغط جامد جدا، ويعني بالتعاون مع سعادة اللواء هاد خضر رئيس الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي، بدأ مشروع المياه الشرب بتاع تغذية مدينة السلام. إن شاء الله حضرتك ده التكلفة التقديرية 95 مليون جنيه. تمام. إن شاء الله بيحل مشكلة مياه الشرب بإذن الله لمدينة السلام إن شاء الله. اشكرك اشكرك يا باشمهندس اشكرك. استاذ شريف كلمني بقى عن دور حزب الحريه المصري بمحافظه السويس، يعني الانجازات اللي حصلت من الحزب في خلال الفتره اللي حضرتك الامين العام للحزب بمحافظه السويس. اولا حزب الحريه المصري انا افخر واتشرف ان انا انتمي لهذا الكيان المحترم. الحزب ده اللي جه من صوت الشارع وجه من الناس، ما جاش من كراسي ولا جه من مناصب. بتوجه بالشكر للأمانة المركزية للحزب وللأعضاء المجلس الرئاسي اللي دايما الحمد لله بيدعمونا. الحزب هو حزب سياسي زيه زي أي حزب موجود على الساحة، دوره ما يقلش عن دور اي كيان حزبي موجود في جمهورية مصر العربية. لا. دورنا دايما الناس الشباب، تدريب طبعا الشباب على نهج سيادة الرئيس، طبعا تدريب الشباب وتأهيلهم للقيادات التنفيذية وللقيادات السياسية. الحمد لله بالنسبة للفعاليات احنا ما عملناش حاجة كتير على حد، بالعكس ده واجب علينا وده دورنا تجاه اصلا اهل السويس وتجاه الناس عامه والشارع. ما عملناش حاجه تزيد عن اي كيان حزبي. احنا الحمد لله كان لينا تواجد في الشارع منذ ما توليت الحمد لله امانه الحزب، والحمد لله احنا متواجدين في الشارع. في ازمه السيول كنا الحمد لله متواجدين، لينا فعاليات، والفعاليات دي حاجة عادية جدا بالنسبة لأي كيان حزبي إن هو بيقوم بيها وده دور طبيعي ليه. في أزمة السيول لما كنا متواجدين مع جهاز
الحماية المدنية، جهاز الحماية المدنية نعم. والدفاع المدني كنا متواجدين معاهم في الشارع والكلام ده موجود. كان لينا برضو دور الحمد لله مع جمعية إرادة لذوي الهمم نعم. كان لينا دور ما لا يليق لا يليق بالجيش الأبيض. حضرتك الصور طبعا على الشاشة تتحدث عن نفسها، فضل. الحمد لله. كان لينا دور أنا شايف أنه هو لا يليق بالجيش الأبيض وبشهداء الجيش الأبيض، لأن أنا بقول أن مصر ليها جيشين، جيش على الحدود وجيش داخل مصر وهو الجيش الأبيض، ولا يقل لا يقل مكانة عن مكانة الجيش المصري، لأن الاثنين بالنسبة لنا جيش. ده بيدافع عن الجبهة الداخلية ويدافع وبيلقوا بأنفسهم في ظروف صعبة جدا عليهم، بيحاربوا عدو هم مش شايفينه، ربنا يعينهم. نسأل الله أن يتجمد شهدائنا منهم بالرحمة والمغفرة، وبندعم الحمد لله الجيش الأبيض سواء دكاترة سواء تمريض، بندعمهم بنقول لهم الحمد لله احنا موجودين معاكم واحنا بجواركم خطوة بخطوة، ولحد ما ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا معانا استاذنك معانا من خلال الهاتف على الهواء مباشر، معانا الدكتور احمد مهنا الامين العام لحزب الحرية المصري. اهلا وسهلا طبعا، مرحب بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اولا انا محاسب احمد مهنا. محاسب سيادة المحاسب. سيادة المحاسب مرحب بيك. مرحب بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا على شاشة الصحة والجمال وعلى برنامج الجريء، طبعا يسعدنا ويشرفنا على الهواء مباشر. معنا السيد المحاسب احمد مهنا الامين العام لحزب الحرية المصري، مرحب بيك يا سيادة المحاسب. اهلا بيك واهلا وسهلا. معانا الاستاذ شريف عيسى من محافظه السويس الامين العام. ازيك يا شريف؟ طبعا. ازي حضرتك يا سياده الامين؟ ازيك يا شريف، ازي حضرتك حبيبي؟ اهلا وسهلا يا سياده النائب. كنا بنتكلم على الحزب يا سياده المحاسب، عن دور طبعا الحزب اتجاه محافظه السويس. الناس عامله حاجه جميله هناك طبعا مع الجيش الابيض اللي هو طبعا الفريق الطبي اتجاه فيروس كورونا، وفي أزمة السيول، يعني في كل فعالية بيكونوا موجودين. كلمني عن دور الحزب عن جمهورية مصر العربية. والله احنا يمكن الدور اللي بيقوم به المجموعة بتاعت السويس بقيادة الأستاذ شريف ده جزء من اللي بيقوم بالحزب على مستوى الجمهورية، ده نهج بيمشي بيه في كل المحافظات، سواء أزمة كورونا. يمكن أزمة كورونا احنا عملنا فيها شوط كبير جدا على مستوى المحافظات، من دعم للأجهزة الطبية وتواجد معاهم وتقديم بعض الخدمات وبعض المستلزمات الطبية في كل المحافظات، قدمناها في الفترة اللي عدت. فده دور وطني كان لابد ان نقوم بيه، وده فرض علينا ان احنا لازم نأديه ناحية بلدنا وناحية الوطن. هذا التوجه كان على مستوى المحافظات كلها، يعني اللي قاموا بيه في السويس زي اللي قاموا بيه في أسوان، زي اللي قاموا بيه في سوهاج، زي القاهرة، زي الجيزة، كلهم جاء مع بعض. الحزب برضه بيقوم بدور دائما وابدا في كل الادوار الوطنيه اللي موجوده، اي مشكله بتقابلنا في اي محافظه المحافظات، ايا ما كانت المشكله، بيحاول الحزب يتصدى لهذه المشكله ان يحاول يحلها، او يحاول يكون قريب حتى من حلها، ويحاول يوصل الناس لاقرب الحلول على هذه المشاكل. وده دور الاحزاب المفروض على المستوى العام وعلى مستوى الشارع، ان الحزب يحاول قدر المستطاع يحل المشاكل او يكون قريب من الناس، يخفف عنهم المشاكل او المشكلات اللي هي بتقابلهم في حياتهم. يعني هنقول تحيا مصر. تحيا مصر طبعا، لمليون في المية طبعا تحيا مصر. ومن هنا اسمح لي ان انا اوجه تحية اعزاز وتقدير للقيادة السياسية متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية الحكيمة دور سيادتهم خلال الفترة السابقة، واللي احنا شايفينه النهاردة احنا بناخد طفرة كبيرة جدا، مصر بتقدم طفرة كبيرة جدا، سواء على على الوضع الانشائي او على العلاقات الخارجيه او على العلاقات الدوليه اللي احنا اللي هي بترجع، او على الرياده في افريقيا. يعني احنا شايفين مصر ماشيه خطى ثابته في كل الاتجاهات، نتمنى لها ان شاء الله دائما وابدا تصدر المشهد اللي احنا شايفينه وبنامل له خلال الفتره اللي جايه، ومعالجه الامور الداخليه والخارجيه بحكمه. وده هذا ما تميزت به هذه الحقبه من الزمن او هذه الفتره من الحكم، هي التميز في علاج المشكلات بهدوء وبكياد. اشكرك يا فندم. اشكرك. شكرا ليك وشكرا ليك يا فندم. شكرا.
غالي. طبعا استاذ شريف كان معانا المحاسب احمد مهنا الامين العام لحزب الحريه المصري على مستوى جمهوريه مصر العربيه. طبعا حضرتك سمعته قال ايه؟ رد حضرتك بقى. هو طبعا ما فيش كلام بعد كلام سياده الامين العام النائب احمد مهنا، وانا بضم صوتي لصوته في ان احنا بنتوجه فعلا لسياده الرئيس والقياده السياسيه المتمثله في سياده الرئيس على الدور العظيم اللي قام بيه فعلا من سياسة حل المشاكل الداخلية، ومن الحمد لله تحسين وضع مصر على مستوى المنطقة، وضعنا الاجتماعي. نتمنى ان شاء الله ان هو يتقدم ودايما في تقدم للأفضل والأحسن. لا أزيد على كلام الأمين العام نائب أحمد مهنا. طيب كلمني بقى على تكريم الجيش الأبيض اتجاه طبعا فيروس كورونا. منذ أيام حضرتك كان صفحة الحزب وعلى صفحتك الشخصية شفنا تكريم طبعا للجيش الأبيض، كلمنا على التكريم عشان هنطلع طبعا نجيب الضيف الأستاذ علي عشان جاي في استغاثة في حضور حضرتك. أولا الفعالية ما كانتش لتكريم الجيش الأبيض وبس، في جروب أنا بتوجه له بالشكر والتقدير والاحترام بقيادة سفير الخير القبطان باسم. حاجة جميلة جدا اسمها قطرة دم تساوي حياة، مشروع فكرة جميلة، بيجمعوا أكياس الدم من المتبرعين وبيسلموها لبنك الدم عشان يعملوا فائض أو اكتفاء، مش هنقول فائض لأن فائض دي لسه مرحلة نتمنى ان هم يوصلوا لها ان شاء الله، بيحاولوا يعملوا اكتفاء ذاتي للفصائل في بنك الدم وللصفائح. فأنا بتوجه لهم بكل الشكر والتقدير والاحترام، فريق محترم جدا قوي جدا، كل الدعم لي. وكان حاجة بسيطة جدا ان احنا نجيبهم ونقول لهم احنا موجودين معاكم، احنا حاسين بيكم واحنا معاكم. العملية مش عملية تكريم، العملية عملية احساس. الناس دي بتعمل حاجة فعلا محدش بيبص لها، محدش بيدور عليهم، محدش فكر فيهم. لا احنا كان دورنا ان احنا نقول لهم احنا شايفينكم، احنا متابعينكم، احنا معاكم ودايما في ظهركم. طيب اهم حاجة الاستغاثة اللي جاية طبعا من محافظة السويس جت لبرنامج الجريء وجاية طبعا لقناة الصحة وجمال وجاية لحضرتك امين العام طبعا لحزب الحرية المصري. هنطلع لفاصل نجيب الاستاذ علي ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم من جديد. طبعا يسعدني على الهواء مباشر حضور الاستاذ شريف عيسى الامين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة السويس. مرحب بيك من جديد يا استاذ شريف. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. طبعا انضم الى البرنامج في الفقرة الاخيرة الاستاذ علي متولي ابن من ابناء محافظة السويس. مرحب بك يا استاذ علي. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك. طبعا استاذ علي ليه شكوى واستغاثة، ما ينفعش ابن محافظة السويس او بالبلدي كده ابن بلدنا يقول انا ليه استغاثة ونفسي اوصل صوتي للقيادات او السيد محافظ السويس ويعني نغزله او نقوله لا ما ينفعش احنا بنجيب بس لقاءات، لا يحضر وعلى دماغنا من فوق. وطبعا في حضور الامين العام لحزب الحرية المصري الاستاذ شريف عيسى، لان الاستاذ شريف عيسى احنا شفنا تكريم للجيش الابيض طبعا بمحافظة السويس وهو اتكلم عن التكريم. فالراجل النهاردة ليه استغاثة، بلاش احنا نسبق الاحداث ونخليه هو يتكلم عن الاستغاثة اللي هو جاي شاشة الصحة وجمال وبرنامج الجريء. مرحب بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. الاستغاثة بتاعت حضرتك. انا اولا قبل ما ابدأ الكلام انا بشكر طبعا الاستاذ شريف عيسى وبشكر سيادة المحافظ عبد الحميد اللواء عبد المجيد صقر. بصراحة يعني الناس تفضلوا مشكورا. اول طبعا ما الاستاذ شريف انا كلمته تلاقيته عامل لي تكريم لزوجتي ممرضة في المستشفى العام بقالها 25 سنة تعرضت للفيروس كورونا. وانا طبعا اسمها ايه زوجتك؟ فوقية شوقي محمد. فوقية شوقي محمد
ممرضة أولى في المستشفى العام. اتوفت أثناء عملها حضرتك. رحمها الله. الله الحمد لله. الحمد لله وأنا احتسبتها عند الله. أنا احتسبتها عند الله. بس لقيت طبعا روح جميلة قوي قوي من الأستاذ شريف عيسى إن بعت لي وكرمني أنا وعيالي وكان في حفلة جميلة قوي قوي قوي. وأنا طلبت منه إن فعلا أنا نفسي صوتي يوصل لسيادة المحافظ لمعالي الوزير لأي حد. طلباتك إيه؟ طلباتي أنا أقصى طموحي إني أنا مراتي يعني ما تخليتش طبعا عن شغلها خالص وأدت عملها على أجمل وجه. تمام. ف يعني بزائد إنها كان عندها أمراض كتيرة كتير قوي مزمنة وكانت بتصر إنها تروح الشغل عشان طبعا تنقذ غيرها أو بتاع، فكانت بتقوم بعملها على أجمل وجه. فتوفى الله وأنا احتسبتها عند الله ما فيش أي مشكلة. عندك أولاد؟ عندي سيف وعندي شهد. بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك ربنا يخليك رب. وشهد سيف في سنة ستة ابتدائي وشهد في سنة أولى ثانوي رايحة تانية ثانوي إن شاء الله. ربنا يبارك. ربنا يخليك يا فندم. الله يبارك لك يا رب. ومرة تانية رحمها الله. الحمد لله أنا احتسبتها عند الله. احتسبتها عند الله. بس زوجتي بجد دي شهادة قدام الناس كلها. ست محترمة، ست جميلة، ست لو الزمن رجع بينا تاني أنا والله وبقولها على الهوا مباشرة أوطي على كل شوية تراب بتمشي عليهم ابوسهم من ادبها واحترامها وخدماتها أصيل. للناس. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ عيني. ربنا يكرمك. طيب ايه نوع الاستغاثه او حضرتك؟ انا حضرتك جاي. نفسي بس في حاجه واحده صغيره ان انا عايز اكرمها قدام حتى الدنيا كلها وقدام عيالها ان يتعمل اي حاجه في المستشفى باسمها. بس هو ده اقصى طموحي في الدنيا. انا مش ماليش اي طلبات تانية غير كده ان انا عايز اي حاجة تتكتب باسمها يعني تخلد لذكراها بس مش اكتر من كده. انا شايف حضرتك ماسك انا جايب بوست حضرتك يا فندم اهو معايا على الهوا مباشرة. خليك اهو يا فندم. الاستاذة فوقية فقيدة الجيش الابيض لن ننساك. تمام. طب وريه بعد اذنك للساده المشاهدين اهو على الكاميرا الكبيره. اهو يا فندم. بس ما تروحش هناك خليك زي ما انت اهو. طب اتفضل يا استاذ علي. تخليدا لذكراها بس طبعا استاذ علي متولي طبعا الراجل الاصيل. الله يكرمك فندم. الله يكرمك. طبعا كلام كبير على الهواء مباشر في حق زوجته رحمها الله وربنا ان شاء الله يبني لها بيت في الجنه. ربنا يكرمك يا رب. نزلت كانت عندها امراض ويعني ما تخليش على منصبها لاخر لحظه يهرب من قضاء الله. يعني انت حضرتك طلباتك ايه على الهوا عشان نبقى عارفين؟ بس انا طلباتي بس يا فندم اللي انا عايزه حضرتك اي حاجه تتكتب باسمك سواء اذا كان على المستشفى العام، عيادات خارجيه، على مسجد، شارع، يبقى ليكوا جزير الشكر. طيب احنا معانا الاستاذ طارق فاروق متولي نائب عن محافظه السويس. مرحب بيك يا استاذ طارق. ازيك يا استاذ هاني؟ الله يخليك يا استاذ طارق، مرحب بيك. اهلا بيكم مشاهدينا في الاعزاء. الله يعزك. استاذ طارق احنا النهارده كنا بنتكلم عن انجازات محافظه السويس، طبعا السويس تشهد طفره كبيره في عهد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. منذ عامين السويس اتنقلت نقله حضاريه تتفنن بالنوافير وبالخضره وبالاناره وتتفنن طبعا بالرصف، حاجه بقت جميله. كلمني عن محافظة السويس كده في عجالة. لا طبعا انا بوظف شكر الحكومة وعلى يعني على تولي ملف الاهتمام محافظة السويس. احنا بقالنا سنتين بنشوف طفرة في محافظة السويس من نواحي جديدة، من طرق جديدة عندنا، من محاور جديدة، من بنية تحتية. وعايز اوظف شكر اتخيل معانا المحافظ طبعا على الأدوار اللي في الشارع. انا النهارده بقول لحضرتك النهارده كمواطن السويس قبل كنا تحس السويس اكثر بهجه من اول ما تخش المدخله تحس السويس اكثر بهجه. ده مش رأي، ده رأي اعتقد الشارع كله الموجود النهارده. الطفره اللي اتشهد السويس من اوائل العام الماضي شيء محترم جدا. اعتقد ده كان توجه السيد رئيس الجمهوريه بالتعليمات والاهتمام بحفظ السويس من السنه اللي فاتت من شهر 3 وبان على ارض الواقع. انا ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله المشروعات العملاقه اللي بتتفتح حوالين السويس، المشروعات القوميه اللي بتتفتح حوالين السويس برضه بتخدم وصوب مصالح السويس نفسها برضه.
مواطن النهارده السويس ابتدى يحس ان في اهتمام بالحكومه بيه في الشارع، اهتمام بمحافظه السويس، وده حقها تاريخي، وده حق محافظه السويس كمحافظه عريقه من المحافظات اللي بتغير في تاريخ مصر، المحافظات القليله اللي ليها بصمه في تاريخ مصر كلها، ده حقها. انا بوجه تحيه للحكومه على هذا الاداء الجميل على ارض الواقع. استاذ طارق، دلوقتي انا معايا الاستاذ شريف عيسى، طبعا الامين العام لحزب الحريه المصري بمحافظه السويس، ومعايا الاستاذ علي متولي، طبعا زوج طبعا المرحومه فوقيه من الفريق الطبي. الراجل طبعا جاي في استغاثه البرنامج الجريء وشاشه الصحه والجمال، جاي يعني هو الراجل هيكلمك على الهواء مباشر. اتفضل. والله الاستاذ طارق متولي حد محترم جدا جدا جدا، ده بجد مش كلام انا بقوله كده وخلاص. الاستاذ طارق يعتبر صاحب فضل عليا انا من قبل ما يخش المجلس، من قبل ما يخش المجلس هو راجل صاحب افضل عليا انا شخصيا كتير قوي 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 قوي. فانا اللي بطلبه من سيادته بس ان احنا نعمل اي حاجه باسم فوقيه شوقي محمد على اي المستشفى العام، على عيادات خارجيه، على اي مستوصف بره، على جامع، على شارع. وليك جزيل الشكر يا استاذ طارق، وليك جزيل الشكر. تحياتي لحضرتك طبعا وخالص التعزيه. العفو فندم. مهندس وداع يعني ادت رساله جميله وكان وفاتها نتيجه موقف نبيل مواجهه كورونا ورحمه الله عليها. انا عايز اقول لحضرتك تقدمت الطلب فعلا لوزيره الصحه السيده الدكتوره وزيره الصحه لاطلاق اسم الشهيده رحمه الله عليها على اي منشاه صحيه في السويس، واعتقد في القريب العاجل هنسمع اخبار جميله. أشكرك. شكرا يا استاذ طارق. انا متشكر جدا ليك يا استاذ طارق. اشكرك يا استاذ طارق. اشكرك طبعا. استاذ طارق قال لك قدم مذكره اهو. ايوه فندم. واحنا برضو بنضم صوتنا على صوت الاستاذ شريف. انا اشكركم. فوجئنا كده استاذ شريف عشان هختم. انا اشكركم جدا. انا بعزي الاستاذ علي وخالص الاعزاء. اشكرك يا استاذ شريف. في رحمه الله عليها الشهيده فوقيه، هي ادت رساله جميله وعملت دور محترم لا يقل عن اي مقاتل في الميدان وفي ساحه المعركه. وبتوجه بجزيل الشكر للنائب طارق فاروق متولي ان هو استجاب لطلبي واستجاب لطلبنا ان احنا نقدم طلب لسياده الوزير بالموافقه على اطلاق اسم الشهيده على اي قسم في المستشفى او اي ميدان او اي شارع. وبتوجه بالشكر الجزيل واتمنى لحضرتك طبعا ولكل الساده القائمين على البرنامج، وبضم صوتي لصوت الاستاذ علي، وبنطلب من سياده المحافظ عاهدنا عليه ان هو لا يرد طلب، عاهدنا عليه ان هو لا يرد حاله انسانيه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يستجيب لطلبه، وانا بضم صوتي لصوت الاستاذ علي. اشكرك يا استاذ شريف. اشكرك. للسيد الوزير المحافظ لواء اركان حرب عبد المجيد صقر ان هو يستجيب لطلب الاستاذ علي، لان ده اللي عاهدناه عليه منذ توليه رئاسه محافظه السويس منذ اكثر من سنتين. اتمنى انه ينصفنا، وانا عارف ان هو مش هيرفض الطلب ان شاء الله. اشكرك. اشكرك. اخر كلامي وختاما بتوجه لكم بالشكر جميعا. شرفت ونورت يا استاذ شريف. شرفت ونورت يا استاذ علي. الله يكرمك. وبكده هنكون انتهينا من حلقه اليوم، خليكم معانا في حلقات اخرى. واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكرك فندم.